هنيئا للمرأة المغربية بهذا اليوم، وكنتمنى أن تحقق يعني متمنياتها وتحقق ليها ظروف أخرى إن شاء الله. وشكرا لكم، كل عام ونحن بخير. كل عام والمرأة المغربية بألف خير في 8 مارس، وكنظن بأنه هذا يوم فيه الاحتفال وكذلك التفاتة باش كل المرأة يعني تنال حقوقها، وكذلك هي عارفة واجباتها. كنظن المرأة المغربية كتعرف واجباتها يعني كامل المعرفة، فكاين مجموعة من الحقوق النساء المغربيات اللي خاص يسعد فيهم النظر. أنا كنهني المرأة المغربية ماشي حيت اليوم 8 مارس، لانها قطعت اشواط واشواط واشواط، وانها ولات مصاحبه للرجل في الدفع بالعجله ديال التنمويه في بلادنا بالمقارنه مع بزاف ديال البلدان، لا العربيه ولا المسلمه اون جينيرال. يعني المراه المغربيه قطعت اشواط، وهذا ان دل على شيء يدل على ان صحه المغرب كدوله صحته جيده وغادي في الطريق السليم. وكنهني جميع النساء المغربيات، وكنقول لكم هالشابو ديالكم. اللي نبغي نقول بان المراه المغربيه هي مراه كتعطي واحد الصوره مشرفه بزاف، كتقوم بواحد العمل جبار، وعندها عده اوجه، كتلقاها خدامه في البيت وامام طون خدامه خارج البيت، كتهتم بولادها براسها بالزوج ديالها. انا كنقدر نعتبرها هي مراه مثاليه، وكما قلت ما خصناش نحتفيو غير بنهار واحد بايام عديده، وما خصناش نبقاو نسمعوا على العنف ضد النساء. عيب اننا باقين في هذا العصر هذا كنسمعوا بان المراه كتعنى في اما جسديا او لا حتى لفظيا. هذا الشيء زعما يندى له الجبين. راه المجتمعات كتقاس الرقي ديالها كيفاش هي كتنظر للمراه، لان المراه هي عماد المجتمع، راه فيها الخت وفيها البنت وفيها الام وفيها كلشي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.